عزب عبد الراضي. عبد الراضي. تمام. السنة 36. مقيم فين؟ في قرية العزب المصري. قرية العزب المصري. بتشتغل؟ موظف تربية تعليم. موظف تربية تعليم. مشكلتك ايه؟ مشكلتي حضرتك كنا قدمنا الاستقلال، كشفنا عن الاستقلال، قبل ما نقولش الاستقلال عمل المفروضات وكشفنا ونجحنا وكل حاجة. الاستقلال يطلع على المعاقين ولا؟ للمعاقين. تمام. خاصة الموظفين المعاقين يعني. تمام. كانت فين بالضبط؟ كانت يعني في التأهيل مع كل مهنة في التأهيل. مكتب التأهيل المهني. تمام. 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 طبعا كشفنا وجبنا مفردة مرتب ورحنا كشفنا مرتين ثلاثة يعني. تمام تمام. ونجحنا في الكشف. تمام. طبعا رحنا التأهيل، قالوا لنا تدفع الربع. تمام. وبعدين قالوا لنا مش عارف ندفعوا كام، وفي الآخر قالوا لنا ما في. كل شيء قال. كل شيء وكل شيء قال مفردة مرتب وقلنا هم قالوا ما في. طب انت الإعاقة اللي عندك ايه؟ الشلل. طب وهتحتاج للموتوسيكل في ايه؟ اشتغل في عمل شغل مصلحة شلل صرف اليمين. تمام. بس هي ايه المشكلة بتاعتي؟ طلباتنا اللي هو الموضوع الاستقلال اللي مرة كشفنا مرة واثنين وثلاثة عليه، وكل شوية يقول لا ده جاي تفلان تفلان محافظة كذا طرفت تفلان مش عارف ايه طرف، ونحن لغاية رقيقة في محافظات تاني حواليها يقولوا هم الغردقة وأسيوط وسوهاج طرفت. تمام. لان هي بيقول لك المشكلة بين بنك ناصر وبين مكتب التأهيل، ما تعرفش مين اللي هو الصح. حضرتك كنت بتلعب رياضة؟ انا بلعب معاقين من 97. التأهيل لعبت في الالومنيوم ولعبت في مركز شباب العزيزية نيتي طبعا معاقين برضه. نعم. ولعبنا بطولات جمهورية انا وحاجة وعايزة الجماعة. خدت بطولات؟ خدنا بطولات خدت اول في الوادي الجديد العب كورة، خدنا بأسوان والاخ ده برضه خد اول برضه في أسوان. تمام. وخدنا دايرة، الدايرة دي خدناها اكثر من 5 مرات على مدار الجمهورية. اخر مرة في الغردقة من شهرين. هم عدد المعاقين هنا عند اللي كانوا هم معاكم في كشوف المستقلات تقريبا كم؟ 50. شرف الأرض الجنة. برضو نفس المطلب موضوع المستقلات. استجاز وسكن سيادتك وشجر اللي بتفرز على المعاقين بالمغرب. شجر الإسباني اللي بيقول عليه المعاقين دي. احنا هنا في ثلاث محافظ فينا ما حدش شايفه خالص. فين الشجر بتاعت المعاقين اللي بنقول عليها؟ يعني احنا دلوقتي مطلبنا موضوع المستقلات. والإسكان الشعبي. والإسكان الشعبي. طيب. في موضوع الثاني. كثير بس خلصنا حاجة من دولة بس. هم احنا يخلصنا دولة هم المطلبين فيهم يعني. بعد كده رغم ان احنا بنعمل فين في السنة مكتر. والله يعني. بعد كده فين العمل فين المنزل شيتك بعيد. والله الاستاذي انا ما تتكلم تفاتر عليك. لو ما ده ما تشتاد وما تخطر الصائر ووارد وما تخطر الصائر والحمد لله مش قيل له. بس لو ما ده احنا وفرنا حاجة من اللي هي اللي محقنا عليه. ليه انت بين العمل ما بين السكن بعيد؟ وتغلبوا عليه كيف ازاي بين العمل السكن؟ والله بتراجع عجل. ممكن ناخذ تقول له اللي ياخذ توك توك ياجل. هو طبعا توك توك طبعا انا حتى عملت بقول في التوك توك رايح جاي. كل حق من حقوق المستكل والمستكل والمستكل العمل والسكن اللي انت عامله. والاولاد احنا معايا المدرسه لما موزيهم لما حضر جاي برضه. لو بالاضافه ان هو يشتغل منك. وسيله يعني توصلني ايه ده عمل يعني. هيتقصد عليك برضه. ايوه يا ريت والله وسيله كويس توصلني العمل. طيب انا استاذنكم الفيديو ده هنبيعه ونشره. ماشي. شكرا.